واهلا بحضراتكم، ولقاء بيتجدد يوميا على شاشه النيل الاخبار لرصد اهم الاحداث اللي مرت على مدار اليوم على الهواء مباشره في برنامج من القاهره. وهبدا مع حضراتكم بلقاء السيد رئيس الجمهوريه مع سلفا كير رئيس جمهوريه جنوب السودان. وفي مؤتمر صحفي الرئيس السيسي اكد على ضروره التوصل الى اطار قانوني ملزم ينظم عمليه ملء وتشغيل سد النهضه. واكد ايضا الرئيس ان هناك تقاسم وقائم ومستمر بين البلدين فيما يتعلق بهذا الملف. كما تطرقت المباحثات إلى مختلف الجوانب ذات الصلة بموضوعات مياه النيل والتنسيق القائم والمستمر بين البلدين في هذا الشأن، إلى جانب استعراض التطورات الجارية في قضية سد النهضة، حيث أعدت التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن. والأمر الذي من شأنه تعزيز الاستقرار بالمنطقة ككل ويفتح آفاق التعاون بين دول حوض النيل. وأضاف الرئيس أنه اتفق مع رئيس جنوب السودان على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وأيضا زيادة الاستثمارات المصرية في جنوب السودان. وقد توافقنا أيضا على أهمية إعطاء دفعة تنفيذية للانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق رحبة للتعاون الثنائي، وذلك من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات المصرية في جنوب السودان وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إليها، فضلا عن تكثيف التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها مصر في المجالات المختلفة، إلى جانب إحياء عدد من المشروعات المصرية المتواجدة في جنوب السودان وتدشين مشروعات جديدة، فضلا عن زيادة عدد المنح التعليمية المقدمة لأبناء جنوب السودان للدراسة في الجامعات المصرية. الرئيس أيضا أكد خلال المؤتمر الصحفي أن مصر ستظل سندا لدولة جنوب السودان وأنها أيضا ستواصل جهودها لدعم واستقرار التنمية فيها. وفي هذا الإطار فقد أعدت التأكيد خلال المباحثات على أن مصر ستظل سندا قويا للأشقاء في جنوب السودان وستواصل جهودها في دعم كافة سبل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية هناك، وستستمر في العمل على مساندة الجهود الجنوب السودانية الوطنية الرامية إلى ترسيخ دعائم السلام والاستقرار الداخلي، وبما يفتح آفاق التنمية والرخاء لجموع الشعب الجنوب السوداني ويحفظ هياكل ومؤسسات الدولة ومقدراتها، وذلك للاستمرار في مسار تثبيت السلام وتحقيق التنمية ومعالجة جذور التحديات الماثلة هناك. أما سلفا كير ميرديت أكد أن رئيس الوزراء الإثيوبي لن يستطيع البدء في المفاوضات المتعلقة بسد النهضة بسبب الحرب التي يخوضها مع المعارضة. الآن رئيس وزراء إثيوبيا ليس في وضع لبدء المفاوضات لأن المعارضة تحاربه في الوقت الحالي، وهو ليس في وضع الآن للتحرك رغم كل القدرات التي لديه. أنا وأضاف رئيس جنوب السودان لأن المفاوضات مع رئيس السيسي تناولت الأوضاع في السودان والاضطرابات الدائرة هناك، وأشار إلى أن الجانبين توافقا على ضرورة دعم مجلس السيادة الانتقالي في دولة السودان. كما عرضت عليه كذلك سجلات السودان وأن السودان تواجه اضطرابات ولا أحد يساعد السودان فيما عدا مصر وجنوب السودان، فعليهما التشاور بشأن هذه المشكلة والعمل عليها لتأييد السيد برهان
وألا تكون هناك عودة للحرب مع جماعات المعارضة. هذا ما ناقشناه وقد اتفقنا على العديد من المسائل، ووفقا لبيانه الذي ألقاه فهو على استعداد على مساعدة جنوب السودان في العديد من المناسبات والمجالات أمامنا. ولازلنا نستعرض نشاط السيد رئيس الجمهورية، حيث بحث مع بيونغ سيوك بارك رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في قطاعات عدة بين البلدين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد بيونغ سيوك بارك رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسيد جين ووك هونغ السفير الكوري بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الكوري الجنوبي السيد مون جي إن، مؤكدا سيادته اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومشيدا بالإنجازات التي شهدتها العلاقة الثنائية المشتركة خلال الفترة الأخيرة، والتي تعكس عمق وصدق تلك الروابط والمعززة بتبادل الزيارات الرفيعة بين البلدين التي وفرت قوة الدفع لتطوير التعاون في كافة المجالات، حيث كان آخرها زيارة وزير الدفاع الكوري إلى القاهرة في شهر أغسطس الماضي، الأمر الذي يساعد كذلك على استغلال واستكشاف الآفاق العريضة أمام تطوير العلاقات الثنائية. من جانبه نقل السيد بارك إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس الكوري الجنوبي، مؤكداً الاعتزاز الكوري على المستويين الرسمي والشعبي بعلاقاتها الوطيدة مع مصر، والحرص المتبادل على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، خاصة ما يتعلق بتوسيع الاستثمارات الكورية في مصر للاستفادة من موقعها الاستراتيجي للانطلاق إلى الأسواق في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بما يتناسب مع إمكانات البلدين الصديقين، ويدعم نقل التجربة التنموية الكورية إلى مصر، خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة التي شيدتها مصر خلال الأعوام الأخيرة، مما يدعم جهود التعاون المشترك في كافة المجالات، حيث أشاد السيد بارك بما تشهده مصر حالياً بقيادة السيد الرئيس من نهضة شاملة في إطار استراتيجية مصر التنموية 2030. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في عدة قطاعات، وكذلك سبل استفادة مصر من الخبرات الكورية العريقة في الصناعات التكنولوجية، إلى جانب توطين صناعة المركبات الكهربائية وما يتعلق بها من صناعات مغذية، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة تداعيات جائحة كورونا. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تطورات الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية، حيث شهد اللقاء توافق الرؤى بشأن مجمل هذه الموضوعات. كما أكد السيد الرئيس في هذا الإطار دعم مصر الدائم لكافة الآليات التي تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية، في حين ثمن رئيس الجمعية الوطنية الكورية الثقل السياسي المصري كحجر زاوية في صون الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، لا سيما ما يتصل بالجهود والتحركات المصرية للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمات في المنطقة، فضلاً عن التحركات الأخيرة في ملف عملية السلام من خلال تثبيت الهدوء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين، خاصة من خلال المبادرة المقدرة لإعادة أعمار غزة. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس استقبل بيونغ سيوك بارك رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية وأيضا سفير الكوري الجنوبي بالقاهرة بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية. الفريق ربيع استعرض مستجدات مشروعات التطوير المختلفة في قناة السويس ومعدلات النمو في أعداد وحمولات السفن العابرة. من جانبه أشاد رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية
كوريا الجنوبية بقدرة الهيئة على إنهاء أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفر جيفن. خلال لقاء لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع نظيره اليمني الدكتور معين عبد الملك اليوم بمقر مجلس الوزراء، أكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الأمثل للأزمة اليمنية، وترفض مصر محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، وترفض محاولات المساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب، وتشدد على ضرورة عدم المساس بهذا الشريان الملاحي الحيوي الذي يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. يؤكد رئيس الوزراء حرص مصر على تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن. النهاردة بدأت الدراسة بشكل رسمي في مدارس الحكومة في جمهورية مصر العربية وفي تقريبا كل المدارس الحكومية والخاصة بشكل رسمي، وبالتأكيد كان حدث يستحق الاهتمام وأيضا التعامل الخاص من قبل وزارة الداخلية اللي نشرت الخدمات الأمنية أمام المدارس ومحيطها تنفيذا للخطة الأمنية الموضوعة لتأمين سير العملية التعليمية. وبالتأكيد أيضا نتيجة الازدحام المروري تم إضافة خدمات مرورية جديدة لتحقيق السيولة المرورية عند الدخول والخروج من المدارس. صور الخدمات الأمنية أمام المدارس وبمحيطها تتصدر المشهد مع اليوم الأول لانطلاق عام دراسي جديد، وتبعث برسائل طمأنينة للطلاب وأولياء أمورهم، وتؤكد احترافية وقدرة أجهزة وزارة الداخلية على تأمين كافة الفعاليات وبسط الأمن في ربوع الوطن. احنا بننزل يوميا من الأنشطة وتسهيل حركة المرور في الشوارع، ولكن مع بداية العام الدراسي وبداية المدارس بيتم تكثيف الحملات المرورية وخدمات المرور أمام المدارس لتسهيل وتنشيط حركة المرور على المواطنين اللي بيوصلوا أولادهم للمدارس. وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية متكاملة لتأمين المدارس ومحيطها لضمان سير العملية التعليمية بكافة عناصرها في هدوء. ووفقا للمخطط له تنفذها مديريات الأمن وبمشاركة كافة قطاعات الوزارة المعنية، تعتمد على وجود ارتكازات أمنية بمحيط المدارس وأقوال أمنية تقوم بعمليات تمشيط على مدار اليوم الدراسي لضمان الفاعلية المطلقة في التصدي لأي مظاهر سلبية أو خروج عن القانون. أنا جاية أصلاً بدري، جاية لاقية الشرطة كلها واقفة قدام المدرسة على البابين. النهاردة أول يوم مدرسة وجينا لقينا ضابط وضابطة واقفين وعربيات شرطة في الشارع، وده ادانا الأمان إن إحنا مطمئنين في أول يوم مدرسة لينا. وقد شهد اليوم الدراسي الأول وجوداً مكثفاً لعناصر الشرطة النسائية أمام المدارس في استقبال الطلاب في إطار خطة وزارة الداخلية في التوسع في استخدام تلك العناصر في عمليات التأمين بعد إعدادهن وتجهيزهن وفقا لأحدث الأساليب لأداء تلك المهام بكفاءة. بنشارك في خطة التأمين اللي بتنفذها وزارة الداخلية مع بداية اليوم الدراسي، وإحنا كعناصر شرطة نسائية بنتواجد أكتر، تواجدنا أكتر عند المدارس اللي بتحتوي على البنات، عشان ده بيخليهم يحسوا بالطمأنينة، وإحنا بنحس ده في أسئلتهم وفي شعورهم وهم داخلين. أنا ليا بنتين هنا في المدرسة والحمد لله قلبي اطمن اول ما شفت الشرطه قدام المدرسه، وانا هيك مرتاحه لانه بنتي كل ما تدخل مدرسه يكون في شرطه في شيء انا بامن يعني. وقد لفت الانتشار الامني الفعال مع بدايه العام الدراسي الجديد نظر الطلاب واولياء الامور، حيث ثمنوا غاليا جهود وزاره الداخليه في الحفاظ على ابنائهم ما اشعرهم بالامان والطمانينه. وجود الخدمات الامنيه في الشارع ادتني رساله امان ليا ولبنتي، بنتي قالت لي ما تجيش معايا تاني. انا مطمن عليهم لانهم هم موجودين في مكان كويس ومتامن تماما من كل النواحي الاداريه والامنيه. الاولاد في كل حته شايفين امن، حتى النهارده بقول لبنتي الصبح وانت جاي المدرسه اقول لها مش عارفه الطريق، وروح لاي عسكري مرور قولي له يعديك، هو ان شاء الله هيعديك. ما شاء الله الشرطه هنا ما شاء الله واخده بالها من المدرسه ومن الاولاد والدنيا تمام، ونشكركم جدا جدا. مظلة أمنية متكاملة بسطتها وزارة الداخلية لتأمين سير العملية التعليمية بكافة عناصرها، وتؤكد الجاهزية المطلقة للوزارة
وفعالية الخطط الأمنية الموضوعة لهذا الغرض وكفاءة العناصر القائمة على التنفيذ، وهو ما انعكس على تلك الوجوه التي تشعر بالارتياح والأمان في ظل شرطة قوية تحميهم. تعكس صورة الخدمات الأمنية الموجودة هنا أمام إحدى المدارس جزءاً من خطط التأمين التي تتبناها وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية مع بداية عام دراسي جديد. فالصورة مكررة أمام المدارس على مستوى الجمهورية وتؤكد على يقظة وقدرة الأجهزة الأمنية في التعامل مع كافة الفعاليات. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. فعاليات معرض تراثنا تستمر بعرض مختلف المنتجات الحرفية التي تشتهر بها المحافظات المصرية المختلفة، صناعات يدوية وخامات طبيعية مصرية، وكان الرئيس قد افتتح هذا المعرض وهيستمر حتى منتصف هذا الشهر. مشاركة بمختلف الحرف اليدوية بمعرض تراثنا تؤكد تنوع وأصالة الحرف المصرية، فمن النوبة كانت الحرف حاضرة بتنوع التراث النوبي من المجهولات اليدوية التي تشرك فيها فاطمة عدد من الأسر النوبية في العمل معها. الشغل ده هو أنا بعمله وبهتم ببعض السيدات اللي هم ما بيكونش عندهم دخل أو عائل، بحاول أساعده بأن أنا بديهم خرز، بديهم فكرة. وهنا جناح صغير بالمعرض لكنه يعد متحفا امتزجت فيه مختلف الفنون المصرية من لوحات زيتية ولوحات من النسيج، بالإضافة إلى ورق البرد برسوماته المختلفة التي طورها الصانع المصري. دي ضفنا بقى إضافة قوية جدا وهي لوحات البرد اللي موجودة على خيش، ودي طبعا البرد طبعا أي حد بياخده عشان يحفظه لازم بيحفظه جوه إزاز عشان ما يتكسرش، عشان ما العوامل الجوية الكلام ده كله. احنا قدرنا ان احنا يعني لوحة البرد بمعنى صح هتقدر تحس بالملمس بتاعها، تمام، يعني الملمس تقدر تمشي عليها، دي عينيك هتستمتع بيها لان مفيش ازاز، في نفس الوقت ان هي هتعيش معاك مدى الحياة. وما بين مصر وألمانيا تعمل احدى العارضات بالمعرض بصناعة الحقائب اليدوية بعمالة مصرية وثقت في قدرتها على انجاز مختلف منتجاتها. عمالنا حلوين قوي، حلوين قوي، هو بس محتاجين يتحطوا على خريطة صح، فإحنا ده اللي احنا عملناه. إحنا المنتج بتاعنا النهاردة ينافس أي منتج برة، أي منتج برة. الجلود بتاعتنا المصرية جميلة، الإيد العاملة بتاعتنا جميلة، بس محتاجة توجيه بس، وده اللي أنا عملته، هي دي لمستي. ومن الجد للحفيد ما زالت أصداء الحضارة الفرعونية حاضرة في أحد أجنحة المعرض من خلال المنحوتات الحجرية بمختلف أشكالها، بالإضافة إلى بورتري من الحجر للرئيس عبد الفتاح السيسي في صدر المعروضات. إنما النحت التحذيفي ده ما لقيتش في مصر خالص، هم ثلاث دول بس في العالم اللي هم بينحتوا النحت التحذيفي، اللي هي إسبانيا إيطاليا واليونان، دول مختصين في النحت التحذيفي. فطبعا كنت اتشرف ان انا اقدم المثال ده لسياده الرئيس، فكانت اول حاجه ليا ان انا اعملها. قرابه 1500 عارض من مختلف الحرف اليدويه من المصريين والعرب اتاح لهم معرض تراثنا عرض فنونهم المختلفه حتى منتصف الشهر الجاري. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى معرض تراثنا يعد دليلا قاطعا على اهتمام القيادة السياسية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبخاصة أن الدول الكبرى قامت اقتصادتها على المشروعات الصغيرة. رمضان المطعني، النيل. تحياتي من جديد مشاهدينا الكرام، وبنبدأ مع حضراتكم الفقرة الحوارية، وهنتحدث عن الحدث العربي الأبرز اليوم هو الانتخابات البرلمانية العراقية. رئيس برهان صالح وضح بأنها فرصة لإعادة بناء الدولة، وكان الجميع بيأمل في أن تغير أو النتائج تغير، لأن النتائج لم تعلن حتى الآن، تعلن خلال 24 ساعة، ولكن من الممكن أن نقرأ من الإقبال اللي تم الذي لم يكن كما هو متوقع. تفاصيل أكثر عن الانتخابات العراقية هتكون بعد عرض هذا التقرير.